مرحبا بكم عم تتابعونا برسالة جديدة مخصصة من رسائل مهرجان دبي السينمائي بدورته 13. اليوم مع المصممة العالمية تركت بصمة وين ما كانت. السنة الماضية حصلت على أحسن إطلالة وأفضل إطلالة بمهرجان دبي السينمائي لما لبست النجمة نسرين طافش. أهلا وسهلا فيك منال عجاج. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بكل مشاهدين برنامج سيدتي. منال، برأيك السنة هي مهرجان القاهرة طغى عليه اللون الأسود بسبب الحزن عن الفنان الراحل محمود عبد العزيز. يا ترى ممكن مهرجان دبي السينمائي كمان يطغى هذا اللون؟ هلا هذا اللون بالذات كلنا بنعرف انه كل الفنانات بفضلوا هذا اللون لانه هو كثير مهم على الريد كاربت كرمال ما تعكس الالوان لانه السجاده حمراء واذا كثير كانت الالوان صارخه فبتحس بالتصوير ما بيكون كثير عاطي قيمه القطعه. في فنانات كثير عربيات دائما اطلالاتهم بتكون متكرره باللون الاسود بس انا بتوقع هالسنه نشاهد اطلالات باللون البوردو ديرتي روز وحنشاهد اطلالات باللون الزيتي او الاخضر. منال، ليش اعتبر مهرجان دبي السينمائي بدورته 12 السنه الماضيه انه هي أسوأ اطلالات؟ كانت أسوأ اطلالات احسن من افضل اطلالات. كلنا شفنا السنه الماضيه كله معظمهم كانوا رايحين على السكيرت اللي بتكون منفوشه كلوش ما كتير بتناسب كل الاجسام وما بتناسب كل الفنانات. انا برايي اليوم انه كل فنانه المفروض يكون عندها مستشار وهذا كتير ضروري. يعني نحن حلنا اليوم يكون عنا مهرجان سينمائي كامل متكامل ويحكوا هالعالم الصحافة كلها تحكي عن الإطلالات يكون مثل سباق للإطلالات لأجمل إطلالة. فاليوم كل فنانة بنصحها يكون عندها أخصائي يختار لها اللوك اللي بيناسبها مع الميك اب وتسريحة الشعر كتير مهمة كمان. طيب منال، بما انك عم تحكي على تسريحه الشعر والمكياج، انت اذا اجت اي فنانه ممكن تختار من عندك الفستان، ممكن تنصحيها شو ممكن يكون موديل الشعر او المكياج؟ اكيد، يعني انا السنه الماضيه لبست سوزان نجمتين، نصحتها انه تعمل شعرها غامق لانه الفستان اوف وايت، بس هي ما سمعت النصيحه وضل شعرها اشقر، فشوي الاطلاله كانت كثير حلوه بس فيها شيء ما له ظابط. طيب اذا اجت فنانه وممكن انت تحسي انه ممكن مثلا ما تعمل موديل الشعر المناسب او المكياج المناسب، بهي الحاله شو بتتصرفي؟ ممكن انك ترفضي تلبسيها؟ ايه بعتذر كثير صراحة. وصارت قبل هالمرة؟ صارت ايه، وبعتذر من كثير فنانات انه ما فيني يلبسون، لأنه برجع بقول لك دائما العين بتشوف الأشياء السيئة، ما بتشوف الأشياء المنيحة. يعني أنت لما أنا أكون ملبسة فستان كثير حلو بس المكياج والشعر سيئين ببطلوا العالم يشوفوا الشيء الحلو فبيحكوا على الشيء السيء. منال، بنرجع لمهرجان دبي السينمائي بدورته 13، مين بتتوقعي أنه على الريد كاربت يتميز هي السنة؟ صراحة في كثير فنانات مصريات وعربيات وخليجيات، في منهم السنة الماضية كانوا عن جد مميزين، بتوقع هالسنة السوريات يكونوا لهم حضور قوي، اللبنانيات كلنا بنعرف قديشهم كثير مزوقين بانتقاء اطلالاتهم، والخليجيات كمان اذا عم تلاحظ هلا كثير عم بيتابعوا الموضه وعم يحطوا عم يستعينوا باشخاص فعلا تكون متواجده معهم لحتى يختاروا اللوك كامل. وكمان داليا البحيري اذا بنلاحظ السنه الماضيه هي يمكن كان زايد وزنها واختارت فستان ابدا مو مناسب كوب الجسم تبعها، اختارته كله فلاورز كثير كبير وما حبيته ابدا، ما حبيت اطلالتها. السنه الماضيه كان في كثير تعليق على الفنانه مريم حسين على الفستان اللي لبسيته والورود وما بعرف شو، كانت كثير يعني فستان الورود سموه، شو رايك انت؟ هلا انا بحس الكاركتير تبعها مهضومه البنت، وهي دائما ماشيه على خالف تعرف، فدائما هي بتحب تكون عامله شيء مختلف عن الموجود، انا الصراحه حبيته لفستانها. ودائما منال رح تكون معنا ضمن مهرجان دبي السينمائي لتشوفوا اهم التعليقات على أسوأ اطلالات واحسن اطلالات، فيكم تتابعونا بكره بحلقه جديده وبرساله جديده، وشكرا كثير لك منال. شكرا لكم وبكره ان شاء الله بنلتقى.